خلونا دلوقتي نروح للميا مرة تانية ونعرف منها آخر الأخبار الفنية فيما يخص تحديدا بمسلسلات رمضان. أعتقد الصورة بدأت تتضح في بعض المسلسلات يا لميا. هي اتضحت من بدري قوي، خصوصا أن في مسلسلات خلاص خلصت كانت 15 حلقة وفي مسلسلات تانية بدأت. خلينا نكمل ونشوف آخر الأخبار. فصباح عليكم مشاهدينا وأهلا بكم مرة تانية في موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. لقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. خد الشبوة الصغيرة يا ياسين. بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيبياته كلها معايا. يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومكسورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك إنك تتعنطر، تعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما داسها جدعة. إيه اللي ده مكانه دلوقتي؟ أنت هترجع ولا إيه؟ لا أنا بستغرب بس. يا بيه! موسم البطل ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحفاه تساب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينه. اهو مدينه الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ ونبدأ نشرتنا الفنية مع الفنان دياب اللي اتكلم عن مشاركته في مسلسل تحت الوصاية، وقال مسلسل معمول دراميا حلو وفنيا حلو والصورة محترمة وإخراج علي أو الإخراج على أعلى مستوى والكتابة كمان عظيمة، وأنا متشرف إن أنا اشتغلت في عمل زي ده وإني اشتغلت مع محمد شاكر خضير، ولو قعدت اتكلم عليه هو مفيش حق مش هيوفي حقه لانه تعب عليه جدا. تصوير المسلسل كان صعب قوي وتصور في 5 محافظات. من ناحيه تانيه المخرج محمد سامي اشاد بالفنان احمد فهيم اللي جسد شخصيه سيد اخو الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمده، وقال انا مقتنع جدا باحمد فهيم من بدايته، شارك معايا بدور صغير في مسلسل ادم بطوله تامر حسني، ثم دور اخر في مسلسل الاسطوره، واسندت له دور كبير في مسلسل ولد الغلابه لاني كنت مقتنع بيه، وفي مسلسل البرنس اسندت له دور بطوله، وفي جعفر العمده اسندت له دور سيد، وشايف اننا محظوظين بيه وهيكون له مستقبل عظيم، وفي وقت من الاوقات هيقدم اعمال من بطولته. النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي كابتن مصر شارك متابعيه بصور من مسلسلات رمضان زي مسلسل الكبير قوي الجزء السابع للفنان احمد مكي، وصوره للفنان محمد رمضان من مسلسل جعفر العمده، ونشر صلاح عبر خاصيه ستوري على حسابه على الانستجرام صور من الحلقه 27 من المسلسلين علشان ياكد متابعته ليهم طول شهر رمضان. المخرج ليث حجو مخرج مسلسل رسالة الإمام قال إنه لسه لحد دلوقتي بيواصل تصوير المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي مع الفنان خالد النبوي وعدد كمان من الفنانين المشاركين في العمل، وإنه هيقوم بتصوير مشهد نهاية مسلسل رسالة الإمام النهاردة في المدينة. ليث حجو قال إنه كمان متخوف من تجربة العمل في مصر وكان عنده العديد من المشروعات لكنه كان بيأجلها لأن مسلسل رسالة الإمام واحد من الأعمال المهمة ووراء جهة إنتاجية كبيرة وفرت كل الإمكانيات المطلوبة. مشاهدينا خلصت نشرتنا الفنية ونرجع مرة تانية لأحمد وبسام نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لميا.